وصفة سهلة جدا وظريفة وطعمها حلو، وطبعاً طبعاً هتليق مع الكبدة المشوية. ايه بقى المقادير؟ انا معايا مكرونة سباكيتي مسلوقة. بلاش نسلق المكرونة اكتر من اللازم عشان ما تعجنش، ونجيب نوع كويس. اوقات بيبقى فيه انواع رديئة جدا للاسف في السوق، هي اصلا عجينة المكرونة مش حلوة، فلما بتحطيها بتلاقيها فتفتت كده وبقت مش ظريفة. عايزين نجيب انواع حلوة كده عشان حتى كمان ما تتعبناش، وبدل ما نرمي فلوس في الارض وناكل حاجة مش عايزينها. يعني دايما المبدأ ده حطوه في حياتكم يا جماعة. يعني في ناس يقولك لا ايه، نجري على الارخص شوية، وطبعا كلنا بنجري على الحاجة الرخيصة، بس لو الرخيصة هتهدر لي فلوس ووقت وهرجع اجيب الغالية تاني برضو، ابقى انا كده ايه، مش صح مش تمام. فاجيب حاجة معقولة وسعرها معقول، وابقى ضامنة انها ايه، الكواليتي بتاعها حلو تمام. وبنسلقها بتبقى فيها قرشه سنه علشان نضمن انها ما تعجنش، لانها لسه هتتقلب في الصلصه. بصله مفرومه او متقطعه صغير، معانا فصين من الثوم المفروم او متقطع شرايح، معانا كمان طماطم مضروبه في الخلاط، وكمان معلقه من معجون صلصه الطماطم وملح وفلفل بس، ولا اي حاجه تانية. هو البصل والثوم مع الطماطم حاجه خطيره. ممكن نحتاج شويه ميه سخنه وبس كده، ولا اي حاجه تانية. تطلع معاكم يا جماعه خطيره وسهله جدا. الناس اللي دايما عندها مشكله مع طبق المكرونه السباكيتي بالصلصه اهو. هنحط شويه زيت، برده مش هنحط زيت كتير. ممكن كمان تبقى لطيفه قوي بعد ما نشوح البصل والثوم وقبل ما نحط الصلصه، نشوح معاهم كمان مشروم او فلفل الوان كمان، على فكره بتبقى حلوه جدا. هنحط البصل، نحط الثوم، بصل وثوم مع شوية زيت كده، ملح وفلفل، يدبلوا لنا كده البصل شوية. ممكن في المرحلة دي نضيف مشروم أو فلفل رومي أخضر أو فلفل ألوان، يبقى لطيف جدا برضو مع المكرونة. عايزاهم كده ايه، يدبلوا واشم ريحة الثوم. الطماطم المضروبة في الخلاط مثلا، هنقول طماطميتين كده مضروبين في الخلاط، ومعلقة كبيرة حلوة من معجون صلصة الطماطم. لو ما مش هتقعدي تضربي طماطم في الخلاط، خلاص خليها معلقتين كبار من معجون صلصة الطماطم. ده بالنسبة لايه، كيس مكرونة سباكيتي واحد بس تمام. اهو بصوا كده البصل دبل وانا شم ريحه الثوم، وحاجه تمام التمام قوي. ننزل بالطماطم المضروبه في الخلاط كده، نقلب، ومعجون صلصه الطماطم اهو، ملح وفلفل تاني، نحدقها بقى كده. ممكن تحطوا لها كمان لو عايزين رشة سكر علشان الصلصة تعادل الحموضة بتاعت الصلصة كده. شوية مية سخنة، يعني بتاع مثلا 3 معالق كبار كده مية سخنة، مش أكتر من كده بس. وعايزة الكلام الحلو ده كده ايه، يغلي. دوقيها بقى طبعا عشان تطمني ان الدنيا تمام والطعم مظبوط. برضو لو عايزين تعملوها باللحمة المفرومة، برضو في مرحلة البصل والثوم، حطي لحمة مفرومة سواء إذا كانت متعصجة عندك ومتبقي حبة كده، أو لحمة مفرومة نية فتعصجيها مفيش مشكلة، بتبقى برضو حلوة جدا مع المكرونة الاسباجيتي كده. الصويا كده ايه، هي بكبكت وبقت تمام. ننزل بالمكرونة كده اهو، ونقلبها بقى الحلوه دي اهو. سهله وطعمها لذيذ، ويا سلام هي بقى كده جنب الكبده المشويه في طبق واحد، ياه احلى اكله اهو. بصوا الصلصه مش خفيفه، تقيله وهي ايه، مظبطه المكرونه
عشان كده بقول لكم بلاش نسلق المكرونه زياده عن اللزوم، عشان مرحله التقليب دي لو هي مستويه زياده عن اللزوم هتلاقيها للاسف عجنت معاكي، ما بيبقاش ليها حل بقى المكرونه لما بتعجن خلاص. بصوا يا جماعه خطيره، نجيب بقى الطبق الحلو ده. قربوا كده، يلا نغرف المكرونه الحلوه كده اهو. عايزه بس شوكه، ادوني بس كده شوكه علشان نتغدى كده اهو. بس طبق محترم. احلى طبق مكرونه بالصلصه، سهل جدا جدا اعمله ان شاء الله بالهنا والشفا. ممكن نحط عليه برضو رشه بقدونس كده، حاجه خفيفه خالص على الوش كده. بس طبق مكرونه سباكيتي خطير.